ليتك تعود به حيا يا عبد الملك. سأعمل جاهدا كي أعود به حيا يا أمير المؤمنين، فليس أحب إلي من أن أودعه السجن بنفسي. يا ولدي، لا أريده حيا لأعذبه، بل لأعلم منه لماذا لا يرضى هو ومن معه عني خليفة عليهم. فليسمح لي أمير المؤمنين. أعرف ما تريد قوله، لست بحاجة لمعرفة آراء أعدائي وإرضائهم يا ولدي، لست بحاجة لترضي من معك فهم راضون عنك، بل أنت في حاجة لترضي من عليك ليصبحوا معك. يا أمير المؤمنين، أنت تعرف سعدنا البصري وتعرف كم وقف ضدكم. أنا أعرفه يا ولدي، ولكنه لا يعرفني، ومن حق الجميع أن يعرفوا خليفتهم حق المعرفة. أنت شيئا يا سعيدة؟ علمت إذن؟ قولي يا سعيدة، قولي ما عرفت، وإياك، إياك أن تقولي قتل سيدك، إياك. بل قتل ضرار يا سيدتي. سيدك يقولون اكملي يا امرأة. جريح، واين هو؟ لا احد يعرف مكانه. فر البصري يفر، يفر من الميدان جريحا مهزوما يا سعد. أرجو أن تكون لنا ساترا حتى يقبل الليل. الشمس بعد قليل يا أبا عبد الرحمن. نعم، بعد قليل يا أبا خالد، بعد قليل. الحمد لله أن عثرنا على هذا المكان، والآن عليك أن تطلب النوم يا أخي، فأنت أحوج ما تكون إليه. النوم؟ جزاك الله خيرا يا ابن نصير. سأتسلل إلى القرية المجاورة ثم أعود إليك. لا تتركني يا موسى، ناشدتك الله، لا تتركني أموت وحيدا، كن بجواري إلى أن تواريني التراب. أريد أن أعود إليك بما يسد رمقنا يا سعد. لم يعد هناك رمق
لكي يسد يا أبا عبد الرحمن. طفلان رباب وخالد، لقد من الله علي بهما بعد صبر. كنت أدعو الله ليل نهار أن يمن علي بالولد، وعندما استجاب الله لدعائي شاءت حكمته أن يشب يتيمي. لي 5 أطفال، الآن فقط أكتشف مؤمنا أكثر من أي وقت إن الله حيث حكمته طيب، لا يختار لعباده إلا الطيب. ليتني ما دعوت الله أن يمن علي بهم. الله يرزقنا بالولد يا سعد، وهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم. أكاد أراهما أجلساني خلف الدار يرقبان عودتي كعادتهما كل مرة. عندما يلمحان جوادي مقبلا من بعد يتهلل وجهاهما فرحا، يخفان مهرولين لمقابلتي، أترجل فاتحا ذراعي راكعا يضمهما صدري. هيا يا رباب، هيا يا خالد، هيا يا أولاد. سأنتظر قليلا يا أمي. في الغد يعود أبوك إن شاء الله. نعم سيعود، إن لم يكن من أجلك فمن أجل طفلي هذين. خذ رجلين واكمن خلف الدار، لا أريد أن يفطن أحد إلى مكمنك، ولا تفعل شيئا إلا أن تخبرني. نامت؟ نعم يا سيدتي، لا تتركيها وحدها واسهري عليها، فأنت تعرفين كم هي عنيدة. لا أستطيع أن أحول دونها وانتظار أبيها يا سيدتي. تنتظره نهارا، أما ليلا فأنت ترين من حولنا. لو كانوا من أعداء سيدي لاقتحموا داره.
لما يقتحمون الدار وصاحب الدار خارجها؟ هل ينتظرون سيدي؟ من ينتظرون إذن؟ اغلقي الباب بالمسلاج، ومن أرادنا فليدق بابنا. أرجو ألا تدق بابك إلا يدك يا سعد. لي أب جاوز 70، أنت تعرفه يا أبا خالد. لا أحب أن يكتب الله علي ألا أراه. إن أرادها الله ولحق بأمي في غيبتي أكون ظالما لنفسي. ناشدتك الله يا أم عبد الله ألا تخبريه بما خرجت له. من يدري، ربما أخبره غيرها. لن يعدم نصير البكري من يدله على عصيان ولده له. لما يا أبا عبد الرحمن، أريد أن أجد سببا واحدا لكل ما حدث. هل من سبب يمسح دمعات من يتم من الأطفال، ومن رملت من النساء؟ يا أبا خالد، لا تقل لو أن كذا كان، بل قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. نعم، قدر الله وما شاء فعل. ادع الله معي ألا يحضر الليلة يا سعيدة. لو حضر سعد الليلة ما نجا. فلنحاول مرة أخرى يا أبا خالد. يا أبا عبد الرحمن، أنت تعينه
من لا عون له. الله المستعان يا رجل. هيا. أرادها الله يا أبا عبد الرحمن. أجلسني هنا. إن شاء الله يا أبا خالد. بل تعود أنت. تعود أنت يا موسى. أرجو أن تبلغ أهلي خبر موتي يا أبا عبد الرحمن. عدني بأن تخبرهم. أنا أعرف ما يمكن أن تتعرض له من الأخطار، ولكنك تعرف ما يمكن أن يتعرض له لو ظلت زوجتي وطفلاي ينتظرون أبا لا يرجع. بحق الله أجبني يا موسى. أرجو أن نعود سويا يا سعد. ستكون لهم أبا يا موسى. أطال الله عمرك يا أخي وأعادك إليهم سالما. ناولني سيفي يا موسى. السيف يا رجل. تفضل يا أبا خالد. صاحبك يا موسى. خذ السيف يا أبا عبد الرحمن. يا رجل، هذا أول سيف صافحه كفي. أترفض سيفا عمل في سبيل الله معك ومعي؟ إنه ما زال أعمى يا موسى كما اتفقنا قديما. أدعو الله أن يبصر معك. عدني أن تعمله في سبيل الله. والله لا أعرف سبيلا غيرها يا أبا خالد. الحمد لله. الحمد لله.
يسمع صوتي ينزل من على جوادك، ولكنك لم تنزل من على جوادك. أهكذا كان ينزل أبوك يا ابنتي؟ وكان يأخذني بين أحضانه. رباب! كنت أحسبه أبي يا أمي. كيف تخرجين الآن؟ من هذا الرجل؟ ماذا قال لك؟ إنه ليس أبي. تعالي وحذاري أن تخرجي مرة ثانية. عافاك الله يا موسى، عافاك الله. ما توقعت يوما أن يكون ابن نصير هو آخر من أكنت تظن أن تجمعنا الأقدار هكذا يا ابن نصير. والله ما ظننت بك إلا خيرا يا أبا خالد. حتى عندما خدعتك يوما، أتذكر يوما يوماً اختطفتك يا موسى؟ أذكر أنك كنت خارجاً لله مناضلاً في سبيله. طوال صحبتي لك يلح علي سؤال يا ابن نصير. كنت أود أن أسألك عن خبري هروبك ليلتها. أتذكر كيف هربت ليلتها يا موسى؟ أذكر يا سعد. منعني حيائي وخروجنا لله أن أذكرك بليلتها، رغم رغبتي في معرفة سر هروبك. أتريد أن تعرف كيف هربت ليلتها يا بصري؟ أعتقد أنني لا أسبب لك ضيقا الآن. أيشق عليك أن تخبرني؟ بل يشق علي ألا تعرف يا أخي. إذن ذكرني بما كان. أتذكر خالك عروة؟ كانت لي معه حكاية أضاعتها الحرب وأضاعتني وأضاعت ابنته. ابنته؟ نعم، كان له ابنة اسمها نائلة. نعم، كنت أهواها وتعاهدنا على الزواج، فقد كانت تهواني هي الأخرى. أتسمعني يا سعد؟ ولكنها الحرب
أطاحت بحبنا كما تطيح بكل شيء. ليلتها عندما ألقيتم بي عندها لم تكن تعرف لما أتيتم بي، فلم تخبرني هي أيضا بشيء. هل تسمعني يا سعد؟ سعد، سعد، لم تسمع بقية الحكاية يا رجل؟ سعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أعوذ بالله. أبي سيعود يا ابنتي، سيعود إن شاء الله، فقط لا نريد له أن يعود الليلة، أفهمت يا ابنتي؟ كفي عن هذا البكاء وكفاك عنادا. أريد أن أنتظر أبي كما كنت أنتظره كل مرة. في الغد يا ابنتي، في الغد إن شاء الله. انظري إلى خالد، ها هو صامت لا يبكي. Thank you.
عليك بمراقبة داره، ولا تفقد عينيك لحظة، ولترسل إلي من فورك إذا ما تبين لك جديد. وإن كنت في ريب من أنه لن يكون هناك جديد، بل أنا على يقين من أنه لن يعود. ستظل طفلته هذه تنتظره إلى ما شاء الله لها أن تنتظر. صاحبك أين تركك؟ هذا ما بقي من صاحبك، قطرات من دم، من دم يا سعد. كفى الله ابنته مشقة انتظار اب لا يعود. هيا. ولكن لا يعقل ان يركض هذا الجواد من دمشق الى هنا. لما لا يكون قد انطلق من عقاله على مقربة من دار صاحبه؟ أيمكن أن يكون الأمر هكذا يا سعيدة؟ إذا لم يكن هكذا يا سيدتي، فمن أتى بجواد سيدي؟ سترين كيف سيصل الآن؟ يصل الآن؟ يعود إلينا؟ أتعود إلينا يا سعد؟ ما أدراك يا سيدتي؟ ربما كانت خدعة ليعتقد رجال مروان أنه لا قدر الله لن يعود عندما يرون جواده يعود وحده. نعم، من الممكن. رباب، طفلتي، أما زلت مستيقظة يا ابنتي؟ لابد أن أنتظر أبي إلى أن يعود. انتظريه يا رباب، أبوك في طريقه إلينا الليلة، إن شاء الله يصل. نعم، أكاد أراه يدخل داره متهللا، يوسدك ذراعا وأخاك ذراع. نعم، انتظريه يا رباب، أبوك في طريقه إلينا، في طريقه إلينا. Thank you.
دعوه يدخل داره كي يسهل علينا الرجوع به سالما. أتحسب أنك بقادر على خداعي يا بصري؟ هيا ادخل دارك واسترح. اللهم خفف عني وعنهم، فما أصعب المهمة. أبي 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 أبي. أنا أبوك يا رباب. اسمك رباب أليس كذلك؟ أنا من جئت إلى دار صاحبي لأجعل من صدري فراشا لولده. أين صاحبك يا رجل؟ لو لم يكن قد اختاره الله ما أتيت. سيدتي نائلة، سيدتي نائلة، مات يا سعيد. نائلة؟ سعيدة؟ نائلة؟ ماذا تريد يا ناعي الزوج؟ نحمد لك ما تحملته في سبيل الوصول إلينا، وإن كنت لم تأتي إلا لتؤكد يطمى الطفلين. سأكون لهم الأب يا نائلة. يا رجل، لم تسمع الدنيا بعد بطفل من رجلين، لك الآن أن تنصرف مشكورا. بل لي الآن أن أبقى يا نائلة. نعم نعم يا نائلة، الآن فقط تأكد حقي وواجبي في رعاية طفلي البصري، لأنك أمهما. ألا زلت لا تذكرين يا نائلة؟ موسى، كأنك تنتظر موت زوجي لتعود، بل إنك تعود حاملا نعيه يا موسى. لو كنت أعلم أنك زوجته يا نائلة. أكنت تحجم عن القدوم يا موسى؟ بل كنت أحجم عما قلت. كان آخر ما سمعه البصري رحمه الله أن زوجته هي التي ساعدتني على الفرار ليلة اختطفت. كيف قلتها له؟ لو علمت أنك زوجته ما نطقت. بل يا بصري، افتح بابك وألق بسيفك، ولك الأمان بأمر خليفة المسلمين. يطلبون البصري، لا يعلمون بموته. يحومون حول الدار من أيام. نادهم وأخبريهم بموته. مات البصري، فماذا تبغون؟ لن نخدع بموته وعودة جواده. إنه دخل داره الآن، فليخرج. يظنونك البصري؟ ما أخطأ من ظن أنني بمقابل. اخرج يا بصري، وإلا اقتحم الدار. دليني على طريق أسلكه بعيدا عنه. تعال. ألن تخرج يا بصري؟ حطموا بابه. سأعود من أجل الطفلين. اذهب اذهب.
امشي يا ايها الناس، ليس بالبصري. انه موسى ابن نصيري يا عبد الملك. لا تدعوه يفلت منكم. اتى ينعي زوجي فلا تقتلوه. خذوا حذركم. دعيني يا امراه. اسرع يا موسى. الروح بسهم الايام حمقى. اسرع يا موسى، اسرع يا موسى. موسى كفوا عنه. ألق بسيفك يا موسى. مر رجالك أن يغادروا الدار يا عبد الملك. لماذا عدت يا موسى؟ لماذا؟ ابتعدوا عن الدار. لماذا عدت يا موسى؟ لماذا؟ ما كنت أحسبهم يجترئون على النساء يا نائلة. زن قولك يا ابن نصير، فأنت أدرى الناس بمعرفتنا. لم يجترئ علي أحد يا موسى، بل اجترأت أنا خوفا عليك. وتسألينني لما عدت يا نائلة؟ تصبح لهما أما وأبا. أنت بخير يا نائل، أنت بخير. أمي، أمي. لم يقسم لك إلا طفلاي، فليكون عندك مكانة لي وأبيه. أمي، أمي. هيا يا ولدي، هيا. إنما كتب عليكم آل نصير أن تكون الكلمة هي سجنكم، وكأنما كتب على السجن ألا يملأ أحشاءه إلا الشرفاء. والله إني لا أتمنى أن تصبح الدنيا كلها سجنا كهذا لا يضم إلا الشرفاء، أليس كذلك يا عطار؟
لما لا تنطق؟ يحزنك ما فعلوه بموسى؟ لا عليك يا رجل، لا عليك. أنا لا أطيق سجنه كما لا أطيق بكاءك. كفكف دمعك وكفى كفى. هيا هيا استعد لتصحابني إلى هناك. أتعاف نفسك مصافحتي والنظر إليها يا موسى؟ يمنعني قيدي من مصافحتك يا عبد العزيز. فما الذي يمنع عينيك من النظر؟ غشاها الحزن. فك وثاقه أيها الحارس. فك وثاقه بأمري. هيا انصرف. ماذا يمنعك الآن من مصافحتي يا موسى؟ ألا تريد أن تصافحني يا رجل؟ صافحك قلبي يا عبد العزيز. بقي الآن ما يغشي عينيك من الحزن. أرجو ألا تغضب أمير المؤمنين. لا يغضب أب من ابنه يا رجل. أخشى أن يكون أبي قد غضب علي لخروجي عن رأيه. غاضب هو يا عبد العزيز؟ قل، تكلم. ما لك تصمت يا رجل؟ لقي ربه داعيا لك يا موسى. في غيبتي كما لقيت أمي ربها في غيبتي أيضا. ادع لهما بالرحمة والمغفرة يا موسى. بل أسأل الله أن يغفر لي.
تركت أم عبد الله والولد؟ إن أردت رؤيتهم بعثت إليهم. قل لأم عبد الله زيد على ولدك طفل وطفلة. طفلة البصري يا عبد العزيز. وإن أردت الخير لولدي فاعلم أنهما خير ولدي يا أخي. سأريد بك الخير أولا ثم أحب من أبنائك ما شئت بعد ذلك. لا تحمل هما يا رجل، فأمير المؤمنين أكثر رفقا مما تظن، وإلا فليضعني هنا معك. أرجو ألا تكون أرجو ألا يثبط همتي، فوالله لا يغشي الحزن عينيك وأنا حي أرزق. تعلم يا عبد العزيز أن صاحبك لم يعصنا كغيره، وإنما خرج من دارنا ليرفع سيفه علينا. وأعلم أيضا يا أمير المؤمنين أن صاحبي لم يلمس بسيفه رجلا واحدا من رجالنا. كان يدفعنا عنه، كان بمقدوره أن يقتلني وكان بمقدوري أن أقتله. وتركته يا ابن مروة. يا أمير المؤمنين لم يعص موسى إلا وفاء بعهده. هذا الرجل مريض بالوفاء بعهده. لو يعرف معنى ما قلت لما فعلها يا ولدي. يا أمير المؤمنين أنا وموسى بايعنا غيرك. لم نكن نعلم أن الله قد من بها عليك أميرا للمؤمنين. شق علي مخالفة الناس والبعد عنك، وشق على موسى نقض عهده. يا أمير المؤمنين أستحلفك بالله ألا تحرمني من صاحبي، فأنت أدرى الناس بحبه لي ولك وبوفاء أبيه لنا. والله لا أكاد أصدق ما أسمع. ولدي يأتي بعدوي يكاد يبكي ليعفو عنه. ويقسم لك على الوفاء، ذاك مقتله. لو أقسم موسى وقطع عهدا لحارب الدنيا كلها في سبيل الوفاء بعهده. كما حاربني. أقسم لك يا أبي إنه لم يحارب. واسأل رجالك، بل سلني أنا. انطلق لصاحبك وأطلق سراحه، وليجهز نفسه معك. إلى أين يا أبي؟ إلى مصر إن شاء الله آمنين. قلت لك إما أن نسجد سويا أو نطلق سويا. لا تنظر إلي هكذا، هيا فوراءنا الكثير. ألا تريد أن ترى أمير المؤمنين مروان بن الحكم يا موسى؟ أيريد هو أن يراني يا عبد العزيز؟ يا رجل، لقد أمرك بالاستعداد للذهاب معه إلى مصر. مصر؟ معي، سيمن الله علي بها إن شاء الله يا موسى. خذ حذرك فأنت تكلم والي مصر وما يتبعها من أفريقيا. سمعا وطاعة أيها الأمير. إذن عليك بالاستعداد يا وزير الأمير ومشيره. وزيرك ومشيرك؟ سأطلبها من أمير المؤمنين، فليس هناك من هو أحق بها منك يا موسى. هيا ادخل على أمير المؤمنين، هيا، وبعدها انصرف إلى ولدك. هيا. هل هناك من هو أحب إلي من أهلي وولدي يا عبد العزيز؟
ها هو قد جاء. إنه سيدي ومعلمي، سيدي ومعلمي. أرأيت من أحب إلي من أهلي وولدي يا عبد العزيز؟ أرأيت من هو؟ حمدا لله على رجوعك إلينا يا ولدي، حمدا لله. ادعو الله يا سيدي ومعلمي أن يغفر لي. لقد دعا نصير لك بالمغفرة، وسيغفر الله لك إن شاء الله. لن يبصر سيف المسلم ما دام يضرج بدم مسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب، بعدها يرتد بصيرا يا موسى.